والسلام عليكم ورحمة الله. مرة ثانية حلقة جديدة من فاكتوريو. هالحلقة شو أسوي؟ لحظة، أنا لازم ما أنسى هذا. الحلقة هاي بنسوي مصنع الإلكترونيات الحمراء. الحلقة اللي بعدها يمكن نعزز إنتاج البلاستيك الصراحة، يعني الحلقة ما ظني حق المصنع نفسه، لأنه بيكون في مصنع إلكترونيات هني وبيعزز لذاك المصنع اللي هناك، فمفروض ما يكون شيء يعني نخاف منه ولا نخلق عليه بخصوص المصنع اللي هناك. فالوضع مو فيه حاليا، بشتغل على حق الإنتاج اللي حقه منه مصنع الإلكترونيات. خلاص نروح إنتاج إلكترونيات من أول وجديد، والدنيا وحركات، بس إنتاج شوي قوي بيكون، يعني يمكن ملاحظين أنتم من الحين أصلا إنتاج شوي قوي، بس ترى قريب مش بعيدة، يعني ما بيكون وايد بعيد، والمصنع بيكون لفوق. هذا يعني دام المصنع لفوق، أنا والله لو حطيتهم بالعكس كان أحسن والله، فحطيته بالعكس كان أحسن. ليش؟ المصنع أول شيء هني، نسوي لنا مركز صغيرون العمليات. أخذ شيء يوم ينقصني ربع واير، ما داني الحركة، طقع بالجو. هذا المصنع أبى أوصله كامل في وين؟ في بعض لوجيستكس مع المصنع اللي فوق، على أساس إني شوف خلاص ما أبني، لأن هالمصنع راح يكون واحد، وهذا راح يكون ضمن الأوفرهيد لاين مالي على فكرة. توصل ولا ما توصل؟ توصل بس ما حطيته جنبه. سوي الدرونز مالي اوفر هيد لاين، والاوفر هيد لاين بس حبه حق منه حق الربع هني مرة واحدة. اوكي، هاك مصنع الكترونيات، ما بروح وارجع، اباهم يبولي باقي السامان وخلاص، يعني مريح الضمير اقول التم، ما بتعب امري. اذا نقصني سامان بيبونه من هناك، ادري ان الدرب طويل عليهم، لكن الدرب طويل عليهم ولا يكون علي انا بصراحة. بيجون من اخر الدنيا الحين، صبر، بيكون مصنع هذا التوسعة للمصنع الاساسي، يعني راح ندمر الدنيا. انا شوي اوريدي بنيت من المصنع الجديد، بس بعدني ببني غير. لحظة، وين السملتنج الستيل؟ ما بالبيسك جرين سيركت بوت، هذا النكست ليفل بنسوي. ها جرين سيركت العادي هذا اللي نهنبه مالنا، بس هذا افضل. ستيل سملتر بيكند، ونبا ندخلهم هالثلاثة، بنحطي لهم واحد هايل 1 2
واحد هاي الكبار. اوكي بتشوف كيف اسويها انا. لحظة هاي نسوي لنا واحد. لحظة هذا قهربي في شيء ثاني هنا يشله. اوكي خلنا نضيف البقعة. هذا في اللوجيستكس مالنا المنطقة كاملة. اني في اللوجيستكس ندخل ضمن اللوجيستكس وخلاص. هذا ستيل سملتر 2. هذا ستيل سملتر 3 وكلهم ما عندي هذا. خلهم يقولي والي المسافة. هذا وين مكانه؟ هني انتاجه في الزاوية هني. تخيل بيبولي من هني لين بيبونه من هني لين هني. شو الدرب اللي بيمسكونه؟ خلي مسكون الدرب مشكلة. بس انهم يخلصوا لي كل شيء. انا ابا البيكن هذا عشان كل شيء يكون سريع. وابا احطيه في الموديل هذا نفسه. نبغى نسوي ابديت حق الموديل هذا. لحظه هالموديل وايد قديم. لحظه خلنا نشوف دقيقه. زين ستورج تشست. زين شو ستورج تشست هنا. ترى في مشكلة هم وايدين والهذا مش وايد. خلنا نشيل هذا. خلهم يضربوا الدرب مشكلة. بيتر شوف الدرب كامل كامل وشله. بسوي ابديت حق موديل واحد وبطبق الابديت عليهم كلهم عليهم. مثلا هذا في اللوجيستكس وهذا نفسه. خلي اسوي واحد. اوكي انا شليت هذا في الدرب. ما ينفع. شليت هذا في الدرب. زين بما انه ما راح انتج منه شو اسوي؟ احط هذا وين؟ في راس الطاولة. حصل كهرباء هي. ونسوي له ابديت شامل خلاص. ما في الجدام ما في خلاص. كل الازرق كم يطول كم هذا مشكلتهم. هم ادري هم يسوون منجر المصنع هناك يروحون يشوفون متى الستوك يخلص وهاي الامور. هم ادري بس نحن علينا نسوي ابديت حق موديل واحد. اوكي ونحط فيه كل شيء جديد. يعني اللي انا بسوي الحين هذا الموديل اللي عندي بعد له بسوي بلو برنت جديد الابديتد سامون وبحط فيه كل هالموديلز هاي اللي اقدر. هذا اوكي. وايد اسحب بس. اوكي هذا يشتغل بسرعة دائما نفس الحالة. شوفوا هاي الشغل السريع. هذا يقول بخلصك سريع سريع. هذا اللي يسوي. ما في هذا اللي يقول بخلصك سريع سريع.
يلا انت شبت. انزين هذا هني هذا هني. الحين الهدف نسوي ابديت حق شو اسمه كامل. ما في شيء. الابديت واحد ايش حياته من ورا. هذا ابديت. ابديت الثاني هذا اوكي. سوي ابديت حق واحد الثاني يستوي الابديت. وهذا نفس الحالة. انزين وعندنا نفس الحالة كلها على نفس الاتجاه. اوكي لحظة هذا غلط. المفروض بهذا الاتجاه. ولا العكس شوي ضيعت تراني. لأن أبديت كبير فيبالي شوي وقت. هذا لين هني. هذا لين هني. هذا بالطريقة هاي. ترى الوضع يدوخ. وضع يدوخ مرة. ها ساير بالعكس. كلهم بالعكس. اوكي هذا ابديتد. كابلات الكهرباء هاي حرام انتم موجود الصراحة. بس اوكي خله بس كل شيء سريع. ما اقدر استعمل الارز الاوليات. هذا ابديت شامل للموديل نفسه. موديل شامل. نحدث شيء جديد. هذا هني. الجانبيات هي. الشكل هذا بهالشكل. ابديتد هي كلهم ابديتد. ترى هي اول مرة ليت العوز عقب يستوي عندنا شكل جاهز. كل وقت نشله. بس لحظة هاي يدخل وهذا يدخل. منو يطلع؟ يعني هذا لا صح. هذا كله يطلع بس هذا مجلوب. واحد مجلوب بس. واحد تلفته. اثنين. ثلاثة. خلي اسويها اللي في نفس الاتجاه اتصور واكون اسرع. هي احسن. احسن. اذا تطالعون الاصفر سبليتر اللي في الوسط ترى مسوي له ابديت. اللاين هذا كامل قاعد يستوي الابديت. كامل كل شيء افضل. بس التصنيع عندي في المصنع هناك ترى بيطول شوي لين يبني هذا كله. زين هاي شو يسوي؟ يدخلنا في حم الصوب. حلو. ويطلع لنا من الصوب الثاني. طلع لنا ستيل.
دخل الستيل من الوسط، هذا هو ستيل سمنتر ابديتد. بس شو بسوي هذا كله؟ نشو ما نباهن عليهن علامات اوريدي. نحن شو سوينا؟ حطينا فيها شو سبيد موديل عشان شو يسوي؟ يسرع لنا الانتاج. وانه مسرع لنا الانتاج امورنا طيبه. ترى هذه وجهه نظر. انزين الحين ندخل مهني على السبلتر ندخل هني شو ستيل، وهني طبعا هالخط طالع انتاج اللي بيطلع لنا، ولو بالعكس كان احسن بالصف. زين وبالعكس شو راح يطلع لنا؟ الفحم. الفحم بندخله هني مثلا، ولا نروح ندخل ستيل هني. كل اللي محتاجين نسويه مثلا نعقد سبلتر هني، ندق لكم تشوفوا عشان تعرفون انا شو قاعد اسوي. سبلتر هني زين، نوصل الفراغات الموجودة نوصل كل الفراغات. في فراغات بالتصميم بس نمر عليها مرة واحدة كلين ونعبيهن. اللي فوق عدلت انا اصلا من قبل، فأمورة طيبة. مزين الحين شو يستوي؟ نمد هني ونمد هني. نحن شنو بنمد؟ نمد مد هني ستيل. اوكي خلنا نمد هني عشان نعرف قياسه. الغلطة الوحيدة ان سبلتر بطيء، مش سبلتر خالب بطيء. شوفوا ها متخرج رقم واحد. زين متخرج مثلا ابو فحم، فحم مثلا هني مالنا. خلنا اول شيء نسوي بلو برنت نيو. زين هذا نسميه ستيل سملتر ابديتد. هذا ونحطيه وين؟ هني سملتر ابديتد. هذا الاولي فنشله من هني الحين. خلاص استوى عنا واحد شو ابديتد، لونه اوفرلاب شوي بس اوكي. لا اوكي بسوي اثنين هني، هم بيبون كل شيء بيتفاهمون مع الوضع ما علينا. زين هم يحاولون يسوونه من وين الحين؟ من خباي. بس من يقول مشكلتهم؟ هذا هني هذا هني الفحم بني في الوسط عادي طافي. يعني الفحم ترى اسهل شيء في العالم وحيبه. بس شو ابى اسوي؟ ابى اجيب هاي بالطريقة هاي. انا غلط غلطة هني ترى، انا غلط غلطة ولازم اشلها. زين نيب نشيل هذا ونشيل هذا بلو برنت نستعمله. خلو اوفرلاب شوي مو مشكلة. هذا هني تراهم بيبنون اخر شيء ربعنا. هذا للصوب الثاني. لا خلنا
بعد رديت سويت نفس الحركة الخايسة، تميت راس على الفص، نشل ثلاثة مع كهربة ونحطيهم هني، ثلاثة نحطيهم هني. ليش سويت مرة ثانية على اساس ما يستوي عنا شو اوفرلاب؟ لحظة، هايل بنحولهم خطين، هذيل بسويهم بالعكس حق منو؟ حق البرونز. هذا هني حق البرونز، كل مرة حق البرونز بنفصله مو مشكلة، واللي ما عندهم هني ترى بيبون من فوق مش قضية، لو تشوفون هني شي ترى عادي، ان في النهاية وين البرونز مالي؟ البرونز مالي بيبي من تحت، ويني انا بيبي من هني. مو مشكلة، بيبي من تحت لفوق. زين خلنا نشيل هذا كله. زين ونجيب لنا برونز مية مية. لحظة تنظيف لو سمحتوا اخ، اجين نفس الحركة قاعد اسويها كل شوي. هاي اللي عدلناها ترى، هاي الون لاين، كل اثنين ون لاين بيكونون. مشكلة بعد العقب كل اثنين ون لاين، بعدين بيروح على سبليتر فوق. هذي ترى اللي النهاية بشبكهم في منو اللوجيستكس مالي، لازم اشبكهم في اللوجيستكس. ليش؟ لأن بنحتاجهم. هاي المشكلة. ها خلي ترى شوي بنوصل في اللوجيستكس، ترى بنحتاجهم يعني. مثلا الحين ما عندي شيء، ها هم بيجون بيبنون كل شيء، الحين بيبونه من البيس. خلي يكون درب عليهم ولا لا يكون درب علينا الحين، هذا اهم شيء. تخيلوا كم كمية ال هذا اللي بستهلكه انا. هذا خط خير اللي عندي مو بيكفي، هذا خط واحد. طبعا المصنع بيروح لفوق، انا اقول لكم الحين ترى هم اشتغل لتحت اصلا، بس تعالوا شلوا هذا كله دامه في النطاق مالكم. رايت كليك تريز اند روكس اونلي، شلوا هذا كله، حد التريزن روكس بس اساس ما يشل كل شيء في التربنة. قال ناخذ راحتنا، خلي يشل اللي يبوه اللي نحن نبوه. سوري. انزين وين ابديت ستيل سملتر مالي؟ ستيل سملتر ابديتت هذا، شو بسوي في هذا؟ ابوديه لفوق،
الخطوط اللي تحت لازم اديها لفوق اصلا بعد. هذا خط لفوق اوكي، وهذا كله بينشل. هنا حطيت 2 سملترز منهم. الحلو انهم في نفس المكان ترى، والله الحين ما يبوا لي شيء تصدقون، المفروض يبوا لي. ترى فنان الروبوت، فنان فنان. بس لحظة خليني اشيل من هذا. هاي ليش واقف هني ما ينتجون؟ اوكي هاي اصلا مش موجودين. وانا اقول شو السالفة، وانا اقول زين لازم احط اللوجيستكس في الوسط. انا اقول ليش ما قاعد يصل لي شيء. نحطي لوجيستكس هني. شوف المساحات اللي قمنا نضرب عليها، مساحات ترى خرافية. يعني انت تتوقعون مساحات عادية، ترى المساحات هاي مش عادية، مساحات قو، هاي مساحات قو، مساحات قو وايد. الحين بيجيبون لنا كل شيء، ما عليه خلهم يشرشون ياخذون راحتهم عشان نقدر نكمل نقدر نكمل المصنع. هذا ما في، بس المرحله الاولى ترى. يا الله السلسله اذا طولت سامحوني الصراحه، لكن ممتعه بالنسبه لي، ممتعه جدا. عندي هاي لانه مو باهنت من صدق، لان يبنى وشلينا عقب. بس خل هاي لا سوري، اوكي افتكيت منهم، افتكيت منهم. هذا الجسم مالنا صوب ثاني ترى نفس الشيء ما يفرق، بس بنجيب الفحم من هني. عارف السبلتر هني اوكي. لا اوكي لا اوكي مش غلط، مش غلط تماما يعني. لكن هذا اللي فوق شو موضوعه؟ يبقى كهرباء، انا ابي كهرباء. يعني كل استوى بس يترج بتري بيشل اللي عنده. وايد حلو ستيل سملتر ابديت الصراحة، وايد اوكي. سوي ستيل سملتر ثاني هني، هني فوق هالمنطقة بسوي مصنع على اسمه بلاستيك، بيكون مصنع ضخم بعد. هني كل شيء ضخم، بيكون اضخم من اللي قبل على اساس نعوض شوي. هني شوي انا ما اعطيته مساحة الصراحة، يمكن ابدل هذا واجيب اللي اقوى من تحت. شيء تي يعني، لان بعد هني خروج، هني يبنى الستيل تحت، فبجيب هذا من هني بس عن طريق سبلتر. درب طويل الصراحة، درب وايد طويل. بعد ما يسيبون تشوفوا هني المنظر، هذا شوفوا المنظر كيف، كم روبوت قاعد يشتغل، كله كم روبوت قاعد يشتغل توتال. ما قاعدين يوكون مساكين ترى من الصبح. انزين هذا اشتغل، نبى من الاحمر 400 ونبى بس 400 هي، ونبى اندر جراوند ولا شيء. نقدر نجيب هذا اذا بغينا، نقدر
400 بعد نقدر نجيب هذا 50، نقدر نجيب هذا 50. بعد في اندر جراوند ازرق ما في؟ في نجيب منه 50 بيب 100. اندر جراوند بيب 50 دايما. عندي سكة قطار ما لها داعي حاليا ابدا ابدا ابدا، خلهم بنو هايل بنوهم. هذا هني، هذا هني، هذا من الحين هني، وهذا هذا الفحم الصوب الثاني. المشكلة مو مشكلة عادي، مو مشكلة. هني بياني من هني لين هني، ونيب هذا هني. هذا انتاج واحد، هذا الانتاج الثاني، هني يعني. اذا تفكرون في هذا، هذا لازم اشله، هذا اشله، لازم اشله. اوكي هذا خلصوا الطور هذا. بالنسبة للمتل بيكون اوكي، كل اثنين بوديهم لاين تقريبا او لاين بروحه. بالنسبة لهذا لا، سويت لاين واحد، اتمنى ما اندم، اتمنى يعني ان شاء الله، لان هذا بيدخل دايركت هني، هذا بيدخل دايركت هني. من تحت بني بلا ملحن، بيهم الحين الفحم، بيهم المتر بعد. بس اتصور انه بيكفي ترى، يعني مش انه مستحيل ما يكفي. على فكرة ممكن نسوي شغلات مع سبيد مودلز جاهزين، يعني مش قضية على فكرة، يعني لا تصدقوا انه ما يستوي. تعال وينك انت، وين نواقص؟ عسب شي غيرت التخطيط قبل. انزين هذا يروح، هذا هني. اما بالنسبة لهذا بنطلع خطين، خط واحد ما يكفي، انا متأكد انه ما راح يكفي، مستحيل يكفي. وين اندر جراوند الازرق؟ هذا هو الحين يبي لي في الوقت بدل الضايع يبي نترى. هذا هني، هذا تعال،
تعرفون شو؟ ما اعرف وين هذا، قدامي والله هذا هني. انتاج عادي بيطلع يسار شي اندر جراوند اي شي، مو مشكلة، اهم شي انه يكون شغال حاليا. ها بطلعهم اربع خطوط على فكرة دايركت، ما هو شي، ما في مزح في الوضع هذا، لان الوضع حاليا يستدعي امور تكتيكية. لان المشكلة لازم تسوي هذا وواحد يتكلم، هذا مو هاي مشكلة ثانية ترى، وايد ناس توقعها شيء، لكن هي سالفة هاي لعبة التكتكة، هاي تكتكها وتتكلم وما تتخيلون عمر الراس اللي وراها. زين هذا الشيء بسوي فيه انا، سبلتر لان نطلع كم؟ اثنين. هل نطلع واحد شو سريع يعني، هذا بياخذ اشتراك انتاج كامل بيقسم على اثنين. هذا بيكون مصنع بلاستيك جبار الصراحة، شوفوا هذا بيساوي انتاج كلهم، بيساوي انتاجاتهم على اساس نحن نحصل افضل انتاج ممكن. والله حلو المصنع الابديتد الصراحة. هاي كان شوفوا مصنع البلاستيك المرحلة الأولى، المرحلة الثانية بتي في الحلقة الثانية، وهاي حلقة الصراحة ما بطولها أكثر من شي. لعيبتكم الحلقة، لايك اند سبسكرايب اند البي هابي الصراحة. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وشوف كيف يدخل، يا ويلي ويلي، نشوفكم إن شاء الله في المنظر المثير هذا، شوفونا، نشوفكم في حلقة قادمة.